بسم الاب والابن والروح القدوس الاله الواحد امين. تحل علينا رحمته وبركته من الان وكل اوان ولا دهر دور كلها امين. نشكر ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي اعطانا هذه البركه في هذا الصباح المبارك، كما نهنئكم بهذه الايام المباركه ونرجو ان تكون سبب بركه في حياتنا الروحيه. ايات الانجيل من انجيل معلمنا القديس ماري متى الاصحاح 25، وبتقدم لنا مثل العذاري الحكيمات والجاهلات. وكنيستنا مرتشدة بالروح القدس تقدم لنا هذا المثل كل ما نحتفل بعيد إحدى القديسات. والنهاردة بنحتفل بعيد نياحة القديسة مارينا الراهبة. ومثل العذارى بيقول 10 عذاري. ونخلي بالنا من كلمة عذاري دي. عذاري يعني تابعين للرب، عذاري يعني مقدسين للرب، عذاري يعني عايشين مع ربنا. خلي بالكم ان العشرة دول في وقت من الأوقات كل منهن تمتعنا بهذه الصفة العذروية اللي طبعا قدمتها لينا من القديسة العذراء مريم وقدمتها للكنيسة وللمجتمع. ونحن نعلم تماما زي ما قلنا بالأمس أن القديسة العذراء مريم بتول قبل وأثناء وبعد ودائمة البتولية. ولكن لما نتكلم عن العذاري لا نقصد المعنى الحرفي، بل نقصد عذروية القلب وعذروية الفكر وعذروية الكيان، لكي ما تكون النفس مقدسة من خلال ما تقدم للرب من أفعال وممارسات روحية. فالعشرة دول كانوا عذاري، والعشرة دول كان كل منهم معاه المصباح بتاعه، وفي وقت من الأوقات كان العشرة دول مستيقظين وفي حالة استعداد لمجيء العريس. ولكن يقول نعسنا النوم الأولي، كلهم ناموا. ولكن بعد شوية جاء العريس، يقول لك صار صراخ، فقاموا علشان يستقبلوا العريس. وجدوا 5 منهن وصفوا بالحكمة حكيمات، و5 وصفوا آسف في اللفظ بالجهل، لأنهم كانوا غير مستعدين. الفرق ايه؟ ان الحكيمات كان معاهم مصابيح والمصابيح مليانه زيت، ومن الحكمه عاملين استعداد ان هم حريصين بجزء من الزيت. اما الجاهلات ما كانوش مستعدات، ما كانوش عندهم هذا الحرص. وده الدرس اللي عايزين ناخده في هذا الصباح، ان كل منا يبقى حريص ومستعد للقاء العريس. عشان كده الكنيسة بتخلينا نصلي هذا المثل وهذا الجزء كل يوم في الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل، لكي ما نكون في حالة استعداد دائم للقاء العريس. يقول لك كده والمستعداد دخلنا معه إلى العرس. يبقى الفرق إيه؟ الزيت اللي كان في المصباح، وكان زمان يقولوا المصباح ده محطوط كده على خشبة وفيها إناء فوق وفيه فتيلة منورة علشان يبقى النور. علشان كده صاحب المصباح اللي مليان زيت يبقى دايما في حالة استنارة، أنتم نور العالم، أولاد ربنا في حالة نور مستنيرين في كل مكان، بل ينبعث منهم النور لكل الخليقة لأنهم أولاد الله، لأنهم مستمدين هذا النور من صاحب النور الحقيقي اللي قال عن نفسه أنا هو النور الحقيقي. فعلشان كده لابد أن نكون مستعدين للقاء العريس. والكتاب يقول والأباء يعلمونا أن الزيت بيرمز للروح وبيرمز للأعمال، فعايزنا نكون في حالة
في حالة من الروحانية التي تقودنا للأعمال المقدسة والأعمال الروحانية التي تؤهلنا للملكوت وتجعلنا في حالة استعداد. والكنيسة والكتاب يعلمنا على فم معلمنا القديس بولس الرسول يقول لا تحزنوا الروح، لا تطفئوا الروح، لا تقاوموا الروح، بل ايه؟ امتلئوا. امبارح كنا بنتكلم عن القديسة العذراء مريم الممتلئة نعمة. امتلئوا بالروح. علشان كده، علشان تبقى مستعد للقاء العريس، لابد ان يكون اناءك مليان زيت، عايش بالروح، ولك الافعال والاعمال والممارسات الروحية التي تجعلك في حالة استعداد. يقول كده احد الاباء، عايز يبقى الاناء والمصباح بتاعك مليان زيت، صلي كتير، اعرف كتابك بفهم ومعايشة لوصايا الكتاب المقدس، واظب على الاعتراف بفعل روحي، احضر قداسات، اخدم على قدر المستطاع، تمارس اصوامك، مطنياتك، صلواتك، الى اخره، من كل الوسائط الروحية، من كل الوسائط الروحية. علشان كده الكنيسة النهاردة بتفكرنا أن نكون في حالة استعداد، في حالة استيقاظ بممارسة كل الوسائط الروحية بالروح. من فضلك ابتعد عن أي فعل وأي ممارسة شكلية مش هتخليك ولا تجعلك مستعد للقاء العريس. الفعل الروحي والممارسة الروحية لكل الوسائط الروحية هي اللي تؤهلك للملكوت السماوي وتجعلك ضمن الذين يدخلوا معه إلى العرس مع الحكيمات. في نفس الوقت النهاردة الكنيسة بتقدم لنا القديسة مارينا الراهبة. عارفين قصتها، ودي عاشت طول العمر عمالة تزود الإناء بتاعها بالزيت، بتجاهد جهادات من أجل أنها تستعد للقاء العريس، وفي نفس الوقت آسف يعني في الوسط الرهباني راهب، آسف في اللفظ، ساقط، وأخذ الكثير وأخذت الكثير والكثير من القوانين الرهبانية، لأنها في نظر المجتمع الرهباني عاشت مش سنة ولا اتنين، طول العمر عمالة تعبي في المصباح بتاعها زيت بالجهادات وبالاحتمال، احتملت كتير. علشان كده استحقت هذه النعمة وصارت قديسة عظيمة في كنيستنا القبطية، وكلنا بنحتدي ونطلب شفاعتها ومكانتها المقدسة. نفس الوضع برضو، خلي بالكم، عايز أقول أن القديسة مارينا دي عاشت البتولية الحقيقية، مع بتولية الجسد، بتولية النفس، وبتولية القلب، وبتولية الذهن، وبتولية الكيان، واحتملت كل الإهانات، ولكن إناء وكنز مغلق ما تفتحش إمتى ألا بعد ما سافرت السماء. هكذا النهاردة برضو الكنيسة بتقدم لنا القديس والأرشزياكون حبيب جرجس، له منهج روحي وخدمة فاضلة لا تنسى في كنيستنا القبطية وخاصة في مصر. وطبعا نعلم تماما أنه كان بتول وعاش مكرس للرب، وخدمة قوية جدا الكل يشهد بها. ولا ننسى قداسة البابا شنودة الذي تتلمذ وتقابل معه كثيرا. علشان كده في هذا الصباح المبارك لنا مناسبات كثيرة منهجها كله عذراوية وبتولية النفس، والنفس التي تعيش للرب على قدر ما تستطيع في خدمة وكرازة ولقاء داخلي بينه وبين ربنا.
هتقول لي طب ما احنا عايشين في العالم ولنا حياتنا. اقول لك انت تقدر تبقى في العالم وتقدر تعيش حياتك الطبيعية بصورة طبيعية، ولكن قلبك مختون وقلبك بتول وفكرك وعينك مكرسة، ترى كل الأشياء بالعين الروحية، وتسمع وتحس وتتلامس بكل نقاء وبكل محبة وبكل طهارة تحياها، وبكده تحيا البتولية المكرسة والبتولية الخادمة والعذراوية التي تعلمها لنا الكنيسة من خلال سير القديسات والقديسين اللي عاشوا حياة مقدسة للرب. ربنا يعطينا في هذه المناسبة وهذا الصباح المبارك لكي ما نعيش عذراوية القلب وقدسية النفس وطهارة الكيان، لكي ما نعيش للرب فيما للرب فرحين بالرب. ربنا يجعل من هذه الكلمات البسيطة سبب بركة لحياتنا الروحية بشفاعة أمنا العذراء مريم، صلوات صاحب القداسة والغبطة الباب المعظم الأنبا تودروس الثاني، ونرسل له من هذه الكنيسة كنيسة القديسة العذراء مريم كفر داود التابعة لابن رشيد مدغم تهنئة خاصة لأبوته ومحبته ورعايته لكل شعبه ولكل أعضاء المجمع المقدس ولكل أولادنا في الكرازة. ربنا يعيد أمثال هذه الأيام على الكنيسة والكل في ملء النعمة وملء البركة. كل سنة وحضراتكم طيبين، لإلهنا كل مجد كل إكرام من الآن وإلى الأبد. أمين.